الصلاة والسلام على رسول الله. أنا واحد من الإخوة أسألني على عنده طديعة متاع دخان، عنده دخان في جهة التربوم من تحتك الكاش هذي الألمنيوم اللي هو في الـ 1.6 هاش دي، يعني في 1.6 هذي الهاش دي، عنده دخان يخرج من جهة التربوم من جهة الغطاء هذا الألمنيوم. حاب يعرف منين بالضبط وشنو لازم يعمل. هو لازم أولا يفك هذي الغطاء اللي هو موجود هنا. طبعا هذا غطاء تو انا عندي المحرك هذا لوطا باش نوضح له اكثر. فما غطاء هنا الالمنيوم لازم يفك، هذا واحد. وفما كوليه زي هذه شفتوا تركب هنا، تشد الفلتر بارتيكول وتشد ما بين الفلتر بارتيكول والتربو. هذه كوليه هذه يعني شفتوها، هذه احيانا تفسد او تخرب والا تكون مرخوفه. لازم هذه يولي الدخان خارج من هنا، شفتوا البلاصه الكحله هذه الدخان خارج منها، هذه شفتوها يعني خارج من هنا الدخان. وفي كلية هذه يفتح الغطاء هذاك ويشد الكلية هذه يشوفها ويصلحها ويغير لها البولون تاعها اذا كان ما يصلحش ولا فوري، ولا هي اذا كان هي ما يصلحش يبدلها. ان شاء الله العملية مفهومة، وتعاونوا السيد اللي طلبني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي الكلية هذه.